حي وسلام. بداية أعتز وأفتخر بمشاركتي وفوزي بجائزة غسان كنفان للرواية العربية للعام 2022، والتي نظمتها مشكورة وزارة الثقافة الفلسطينية بمناسبة الذكرى 50 لاستشهاد غسان كنفان الذي اغتالته يد العدو الصهيوني عام 72. إن هذه الجائزة هي فرصة رائعة لتمكين الرواية العربية ودورها الوظيفي في التعبير عن واقع إنسان هذه المنطقة وهمومي ومشكلاتي ورؤاه للعالم، كما أنها أيضا وسيلة لإيصال صوت المهمشين والضعفاء من خلال رواية قماش أسود وسعيهم نحو الحرية ونحو العدالة ونحو الخلاص، وأيضا حقهم في إثبات وجودهم، هذا الحق المشروع والطبيعي والذي ناضل من أجله غسان فكان فكرة لا تموت. الإنسان في نهاية الأمر قضية، هذا هو صوت غسان، وكل صوت حر هو امتداد لصوت غسان. فشكرا، كل الشكر لوزارة الثقافة الفلسطينية على إنجاز هذه الجائزة، والشكر على إتاحة الفرصة للتجارب الإبداعية الشبابية الروائية بما يتفق مع مشروع غسان كنفان. والشكر أيضا للجنة التحكيم، أقدر عاليا رؤيتها وأرى فيها تشريفا وأمانا. والشكر أولا وأخيرا لفلسطين. فإلى لقاء قريب.